السلام عليكم أعزائنا الطلبة. هذا جزء من المحاضرة والجزء الثاني لحل Sheet of Diffusion in Gases. راح نستعرض ب two examples. Example رقم 3 هو by what percentage would be the rate of mass transfer increase or decrease by increasing the total pressure from 200 to 400 كيلونيوتن بير متر تربيع in the following cases. هنا يقصد بها طلاب يريد مقدار نسبة الزيادة أو النقصان في عملية أو معدل انتقال الكتلة عند زيادة الضغط الكلي من 200 إلى 400 كيلونيوتن على متر تربيع في الحالات التالية. أول حالة عندنا هنا اللي قلنا عملية امتزاز أو امتصاص the absorption of SO2، عملية امتصاص غاز الـ SO2. مين نجيب هذا غاز الـ SO2؟ من خليط من الغاز اللي هو يتكون من الـ SO2 والـ Air، من مادتين الـ SO2 والـ Air. نريد نسحب غاز الـ SO2 من هذا الخليط اللي يحتوي بمقدار 15% SO2. نسبة الـ SO2 بهذا الخليط هو 15% نسبة حجمية. شلون نسحبه؟ باستخدام مذيب. هذا المذيب راح يستخدمه هو pure water، يعني ماء نقي pure، ما يحتوي على أي مادة ثانية، فقط الـ water كـ water. فإذا هو عملية سحب غاز الـ SO2 من خليط اللي هو SO2 هواء. نسبة الـ SO2 بهذا الخليط هو 15% نسبة حجمية. شلون نسحبه؟ باستخدام ماء نقي pure water. هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية نفسها نطبقها، بس هنا دا يقول لنا اللي مي اللي راح نستخدمه يحتوي على نسبة قليلة من الـ SO2 اللي هي بمقدار اللي راح نسبة قليلة من الـ SO2، فراح يكون الـ partial pressure للـ partial pressure لهذا المي والخليط بمقدار 10 كيلو نيوتن على متر تربيع. يعني أول كيس بأنه اعتبر بأنه راح يستخدم pure water، ثاني كيس راح يستخدم water يحتوي على نسبة قليلة من الـ SO2 وبالتالي راح تتمثل كـ partial pressure، مطينا إياه قيمتها 10 كيلو نيوتن على متر تربيع. نجي أريد أطبق أول شيء الحالة الأولى. الحالة الأولى بما أنه هو دا يستخدم pure water، هاي رقم واحد. بالكلام احنا عرفنا بأنه الخليط من الغاز اللي هو متكون من الـ SO2 مع الهواء راح يكون في حالة تماس مع الماء. شو راح يصير عندي؟ عملية انتقال الـ SO2 من الخليط من الغاز إلى الماء، بس الماء ما راح ينتقل وين؟ بالخليط من الغازات. فمعناتها عندي الآن الميكانيكية الثانية، فرح أطبق الميكانيكية الثانية اللي هي هاي. أوكي، فرح أوجد قيمة الفلكس، قيمة الـ NA. زين، DAP ما مطينيا بالسؤال، الR ما مطينيا بالسؤال، التي ما مطينيا بالسؤال، والزت ما مطينيا بالسؤال. أوكي، أدني ثوابت طلاب، أدني ثوابت، ماكو مشكلة. هسه نخليها على صفحة. مطيني الـ P total اللي هو دي يقول لنا نسبة الزيادة من 200 إلى 400، فرح أطبق القانون هذا لقيمة الفلكس، رح أطبقها مرتين، مرة عندما يكون الضغط الكلي 200 ومرة أطبقه عندما يكون الضغط الكلي 400، على مود أشوف عندما يتغير الضغط راح يتغير قيمة الفلكس، راح تتغير قيمة الـ NA، وأشوف. فهذا هو القانون. فالـ P total مطيني إياه، والـ PA1 والـ PA2. هسه راح أشوف شلون أطلعهن. عندما أحجي أطبق الحالة الأولى عندما الـ P total 200، الـ PA1 قيمته صفر. ليش الـ PA1 قيمته صفر؟ لأنه هنا ايش يقول لنا؟ يقول لنا pure water. pure water أقصد به بأنه السولفنت اللي راح أستخدمه، المذيب اللي راح يسحب لي الـ SO2، ما يحتوي على SO2،
معناتها البارشل بريشر مالتنا حيكون الاول عندما البيور ووتر، فمعناتها قيمة البي اي واحد صفر. اما البي اي اثنين هو شنو؟ البي اي اثنين بعد عملية السحب مالتي من ناحية البيور ووتر يسحب غاز الاس او 2، ايش راح يسحب؟ راح يسحب النسبة كلها، على فرضا بانه سحب النسبة كلها اللي معطينا اياها ال 15%، راح يسحبها كلها. فمن عندما تنتهي عملية الديفيوجن فراح يسحب ال 15% كلها، فراح وين تتحول؟ تتحول بالووتر، وين راح تصير؟ بالووتر. فالبارشل بريشر مالته راح يصير تختلف، فراح يكون ال 15% انما تابعه للووتر، وبالتالي من اريد اوجد عند النهايه هتكون العمليه بالعكس، ال 15% في التوتال بريشر راح اقدر اطلع قيمه البي اي 2. فالبي اي 2 هي نسبه الاس او 2 راح تصير بالمي، ال 15% في التوتال بريشر راح اطلع قيمه البي اي 2. فهسه عرفت اني البي اي 1 والبي اي 2 والتوتال بريشر، راح اطبقها بالقانون اعلى، فصارت المعادله قيمه الفلكس بهاي الصيغه. هاي المعادله اللي بعد ما طبقنا قيمه البارشل بريشر بي اي 1 والبي اي 2 والتوتال بريشر والبقيه الثوابت الدي اي بي والار والتي والزد، احنا ما معطينا اياها بالسؤال وما عندنا مشكله من راح تتغير الضغط بيهن هسه الوقت الحاضر بهذا الضغط المعين عند ال 200، فحصلنا على قيمه الفلكس اللي هي انتبهوا على الرقم، عندما البريشر مالتنا التوتال بريشر 200 كيلو نيوتن، حصلنا على قيمه الفلكس اللي هي سالب 32.4 مضروب في دي اي بي على الار تي زد. هذا ثوابت، اوكي، ثوابت لكونديشن معين، ثابت لكونديشن معين. ليش انا حكيت ثابت لان الدي اي بي ثابت يعتمد على الضغط ودرجه الحراره، فعند ال 200 الضغط الكلي وعند التي اللي انا ما اعرفها درجه الحراره فإلى قيمه للدي اي بي. فهذا هسه اول شيء حصلنا على قيمه الفلكس عندما يكون الضغط الكلي 200، اوكي. راح اعيد الشغل كله، نفس البروسيجر بس عندما يكون الضغط الكلي 400، راح يكون عندما يكون الضغط الكلي 400. ايضا البي اي 1 صفر والبي اي 2 ايضا 15%، هالمره راح اضربه مو بال 200 مثل اذا هسه اضربناه، وانما راح اضربه في ال 400 لان هسه راح استخدم الضغط الكلي هو 400. وجدت قيمه البي اي 1 والبي اي 2، بي اي 1 والبي اي 2 والتوتال بريشر، واقدر اطبقه ايضا بالقانون اللي هو الفلكس بس حيكون عند ال 400. بس قبل ما اطبقها راح نشوف اكو فد حاله معينه. هذا هو القانون اللي احنا راح نطبقه الفلكس، هذا هو القانون، راح اطبق نفس القانون السابق اللي طبقناه عند التوتال بريشر بال 200، راح اطبقه عند التوتال بريشر 400. عند التوتال بريشر 400 هذا هنا، هذا 400 والبي اي 1 والبي اي 2 وجدناه، بقالي فقط ايضا الدي اي بي والار والتي والزد، اوكي. بس الدي اي بي هنا من راح اوجد بهذا القانون، قانون الفلكس عند التوتال بريشر 400 لازم يكون الدي اي بي ايضا عند ال 400، لانه شغله طلاب الدي اي بي اللي هو الديفيوزيفيتي او الديفيوجن كوفيشنت او كونستانت، الدي اي بي يعتمد على درجه الحراره والضغط، يعتمد على درجه الحراره والضغط. إذا كانت درجة الحرارة تتغير فمعناتها الـ DAP تتغير، إذا الضغط يتغير معناتها الـ DAP تتغير. بما أنه الضغط الكلي تغير من الـ 200 إلى الـ 400 فمعناتها الـ DAP متغيرة، فمعناتها مثل ما مكتوبة هنا الـ DAP عند الـ 400. من أريد أقارن الفلكس عند الـ 200 والفلكس عند الـ 400، المفروض الـ DAP يكون نفس القيمة عند الضغط. وبالتالي راح اوجد علاقه بين من وبين من، على مود اقارن الفلكس بيناتهم اوجد علاقه بين الدي اي بي عند ال 200 وعند ال 400. اكو علاقه تربط
دي اي بي ويا التمبريتشر والضغط. ويا التمبريتشر والضغط. هنا حد التمبريتشر حذفنا. شوفوا هاي العلاقة اللي أشرتها أعلى معادلة دي اي بي 1 على دي اي بي 2 يساوي ان بي توتال 2 على بي توتال 1. هاي العلاقة تربط الدي اي بي ويا الضغط. ولا المفروض اكو حد ويا التمبريتشر، بس هنا حد التمبريتشر انحذف لأنه درجة الحرارة ما حكى عنها بالسؤال بأنه قال تتغير. قال فقط الضغط الكلي هو اللي يتغير من 200 إلى 400. وبالتالي درجة الحرارة احنا نحملها. راح أوجد علاقة بين الدي اي بي آت ال 200 توتال بريشر والدي اي بي آت ال 400 كتوتال بريشر ويا من؟ ويا بي 2 على بي 1. بي 2 هي 400 والبي 1 هو 200. فوجدت علاقة راح تربط بين من وبين من؟ راح تربط بين من وبين من؟ بين الدي اي بي عند ال 400 والدي اي بي عند ال 200. هذا الدي اي بي عند ال 400 راح اجي اعوضها وين؟ اعوضها هنا. اعوضها هنا. فصار عندنا قيمة الفلاكس من اجي اعوضها، صح احنا دا نحسبها عند ال 200 عند ال 400 عفوا، بس لازم الدي اي بي يكون عند ال 200 على مود من اقارن الفلاكس عند ال 400 ويا الفلاكس عند ال 200، بس لازم الدي اي بي هو يكون متشابه. فصارت هاي العلاقة، شوفوا صح هو الفلاكس عند ال 400 بس الدي اي بي عند شنو؟ عند ال 200. على مود من اقارن قلت لكم الفلاكس عند ال 400 مع ال 200 تكون الظروف الكونديشن مالتي الثوابت هي متشابهة. فمن عوضت الارقام بالقانون الفلكس عند ال 400 وجدت قيمه الفلكس عند ال 400 ايش قد قيمتها؟ ايضا سالب 32.4 سالب 32.4 هذا هي قيمه البارشل بريشر بي اي 1 وبي اي 2 والتوتال بريشر طلع سالب 32.4. الثوابت هي نفس الثوابت مال القانون عند البريشر 200 المعادلة السابقة بالسلايد السابق. فالدي اي بي عند ال 200 صح هو الفلكس عند ال 400 بس الدي اي بي عند ال 200 كثوابت على مود نخليها قيمة هي ثابتة، والار والتي وزت هي ثوابت. فصار ايضا القيمة اللي حصلناها الفلكس عند ال 400 ايضا سالب 32.4 نفس القيمة اللي حصلنا الفلكس عند ال 200. فمعنى ذلك عند تغير التوتال بريشر من 200 الى 400 No change in flux. الflux ما راح يتغير عند تغير الضغط. اوكي؟ التوتال بريشر قصدي هنا. هذا بالنسبة للكيس الأول. الكيس الثاني شو يقول لكم؟ يقول لكم بأنه ما راح نستخدم هالمرة pure water لسحب الـ SO2. راح نستخدم مي. أصلاً هذا المي يحتوي بداخله على نسبة قليلة من الـ SO2. قبل ما نبدي نسحب الـ SO2 من خليط من الغازات اللي هو الـ SO2 والاير، اصلا المي اللي راح استخدمه لعمليه السحب هو اصلا بي SO2 نسبه قليله. هاي النسبه القليله راح تجعل البارشل بريشر عند البدايه يعني البي اي 1 نسبتها 15 كيلو نيوتن على متر تربيع. وبالتالي معنى ذلك قيمة الـ PA1 بالكيس الثانية هي 10. قيمة الكيس الواحد الـ قيمة الـ PA1 بهاي الحالة بالكيس 2 قيمتها الـ PA1 10 كيلو نيوتن على متر تربيع. بالكيس الواحدة لأنه استخدمنا بيور ووتر معناتها ما يحتوي على SO2 فكان الـ Partial Pressure الـ PA1 كانت 0، بس هنا بالكيس الثانية الـ PA1 حتكون 10. عرفنا الـ PA1 10، راح نجي أيضا راح نبدأ نطبق نفس الخطوات بالكيس الأولى نطبقها بالكيس الثاني مع اختلاف فقط الـ PA1. نجي الـ P total 200 راح أحصل الـ PA2 30 وأطبقه بقانون الفلكس عند الـ 200 راح أوجد قيمة الفلكس عند الـ 200 هالمرة وجدت سالب 22.24. هذا شو وقت عندما التوتال بريشر 200 كيلو نيوتن على متر تربيع. ارجع شو اقول هسه اطبق التوتال بريشر عند ال 400
ال بي اي واحد يبقى ثابت اللي هو 10 كيلو نيوتن، ال بي اي 2 هو يتغير اللي حيصير هالمره 60 كيلو نيوتن، لانه ال بي اي 2 من يجي من التوتال بريشر في الواي اللي هي 15%. راح نفس الاسلوب هحاوجد قيمه ال ان اي عند ال 400، اوجد ال ان اي عند ال 400، فموجدت ال ان اي عند ال 400 طلعت قيمتها سالب 27.4. تغيرت هاي القيمة عن القيمة اللي هي من هي عند الميتين، فإذا قيمة الفلكس راح تتغير مع تغير الضغط الكلي، بس مو سببه هو تغير الضغط الكلي، هو سببه تغير البارشل بريشر الأول، البارشل بريشر الأول. أوكي، فهو دا يريد increasing أو decreasing، معناته صار عندي شنو؟ إذا نجي على increasing 27.44 ناقصا الحالة الأولى، ثانيا ناقصا أولا على أولا، يعني كبير ناقص صغير على صغير، يساوي لنا نسبة الزيادة حتكون عندنا 23.3. زين، آخر معلومة هنا بهذا السؤال، بس اقول لكم بانهم قستوا انتو او حسبتوا قيمة الـ NA طلعت لنا شنو بالسالب، لانه احنا دا نحسب عملية الانتقال الـ SO2 بالسالب، احنا من حسبنا مال الـ Water هي عملية عكسية للانتقال وليس عملية بانه هو دا يستقبل الـ SO2 مو هو دا يفقده، وبالتالي قيمة الفلكس حتكون قيمة بالسالبة، هي عملية عكسية. اوكي، هاي انهينا هذا الاكزامبل. نأتي الى الاكزامبل الثاني بهذا الجزء من المحاضرة. طلاب، في هذا الاكزامبل راح نتعرف عن كيفية حساب الديفيوزيفيتي او الديفيوجن كوفيشنت من خلال هذا النظام. يقول لك الديفيوزيبيتي هنا لخليط من الغازات يحتوي على الأكسجين وCCl4، يمكن أن نحسبه في حالة إذا كان عندنا steady state نظام مستقر لعملية تبخر من مادة CCl4. هو عندنا خليط من الأكسجين وCCl4، فيريد يحسب الديفيوزيبيتي للCCl4 بالأكسجين، يعني تقريبا بالهواء. اللي هنا دا يقول لك شنو المعطيات اللي موجودة عندي أنا بالسؤال، مطيني هو هذا وين موجود السيسيال خلال تيوب لنفرض بأنه موجود هذا الخليط. الديستنس المسافة للCCl4 كسائل هو CCl4 موجود، العفو مو خليط العفو، سائل من CCl4 موجود ضمن التيوب. هذا السائل معرض إلى الأكسجين اللي هو تقريبا الهواء، يعني نقول معرض إليه، راح يبدي يتبخر هذا السائل. بس إحنا دي قلنا المسافة اللي هي من سطح السائل إلى التيوب هي مطينا قيمتها Z2 إلى Z1، معناتها قيمة الزيت 17.1 سنتيمتر. ظروف السيستم مالتي مطينا الضغط الكلي 755 مليمتر زئبق، ومطينا درجة الحرارة اللي هي 0 سنتيغريد اللي هي 273. مطيني الفيبر بريشر للCCl4، الفيبر بريشر للCCl4 معناه عند هذه الدرجة قيمتها 33 مليمتر زئبق. إذا مطيني الPA1 لأنه طلاب هذا النظام مثل ما دا يقول بأنه هو موجود ضمن تيوب، وهذا التيوب مفتوح من الأعلى ومعرض إلى غاز الأكسجين، فمن دا يتعرض الCCl4 إلى الأكسجين راح يبدي هسه شوفوا راح يبدي يتبخر. فإذا هو open system معناتها الكيس 2 الميكانيكية الثانية. مطينا أيضا شنو الكروس سكشن أريا، الكروس سكشن أريا مطينيها قيمتها 0.82 سنتيمتر تربيع. شي يقول لك انتبهوا على هاي أهم فقرة، وجد بمقدار 0.08 سنتيمتر كيوب، هذا المقدار حجمي المن للCCl4 راح يتبخر بعد مرور 10 ساعات عند حصول
ستيدي ستيت، يعني راح يتبخر مقدار حجمي من السي سي ال 4 بقيمته اللي هو 0.0208 سنتيمتر تكعيب بعد مرور 10 ساعات. اوكي طلاب، فمعناته عرفنا بانه السي سي ال 4 نتيجه تعرضه للاكسجين راح يبدي يتبخر، راح وجدوا بعد قياسه ومقدار التبخر ايش قد تبخر، اعطانا قيمه حجميه مو نسبه، هذا حجم بعد مرور 10 ساعات. المطلوب من عندنا بالسؤال يريد عندك شنو، what is the diffusivity of the gas per oxygen CCl4، معناتها هنا يريد قيمة الـ DAP، يريد قيمة الـ DAP. فكرة السؤال الجديدة هي شنو هنا طلاب؟ بأنه هنا من يريد الـ DAP من عندنا، أنا من أطبق الـ DAP بالقانون بيا كيس، هنا الكيس رقم 2. الكيس رقم 2 قانون مادته بالكيس رقم 2 هو قانون هذا. لو الكيس رقم 1 انتو شو تقولون؟ هذا رقم 1 لو الكيس رقم 2 المفروض هنا هذا الكيس رقم 2 صح لو غلط طلاب؟ صح. اذا هذا السؤال بما انه open system هذا ما نطبق عليه هذا القانون، وبالتالي هنا انا كتبت لكم اياه اخاف يصير عندكم خطأ بالموضوع. هذا ما يطبق عليه الكيس رقم 1 وانما يطبق عليه الكيس رقم 2 زين. فاذا المعادله اللي موجوده هنا المكتوبه هي معادله خطا، فلازم اطبق المعادله رقم 2 الكيس العفو رقم 2 فالمعادله تختلف. اوكي، فمو هاي المعادله اللي راح ابدي اطبقها زين. فانتوا لازم تلاحظون بالاخير مكتوب هوم وورك هذا عليكم، فشوفون يا معادلة تطبقوها. هذا السؤال هو هومورك، بس أنا اعطيتكم اللي هو مفتاح الحل مالته، قلت لكم هو كيس نمبر 2 لأنه الـ CCl4 هو اللي ينتشر بالأكسجين، الأكسجين ما ينتشر بالـ CCl4، هاي رقم واحد. المفتاح الثاني راح أعطيكم إياه، من تطبقون المعادلة الكيس رقم 2 هنا تحتاجون لحساب الديفيوزيفيتي، لازم تحتاجون حساب قيمة الفلكس اللي هو الـ NA، لازم أني أوجد قيمة الـ NA، لازم أوجد قيمة الـ NA، أنا بنطبقها بالكيس نمبر 2. الـ NA شلون أوجده؟ لأن كل شيء متوفر عندكم. بالكيس رقم 2 أحتاج الـ DAP اللي هو دا يريده. الـ R أنتم المفروض توجدوه حسب الوحدات مال السؤال. التي درجة الحرارة مطيكم إياها صفر سنتيغريد، مطينا التوتال بريشر، مطينا البي اي واحد، البي اي اثنين اعتبره صفر لأنه open system. اللوج المين إذا تحتاجون طبقته بصيغة اللوج المين لازم أطبق البي بي واحد والبي بي اثنين، أنا أقدر أوجد لأنه أنا عندي البي اي واحد والبي اي اثنين، أقدر أوجد البي بي واحد والبي بي اثنين وعن طريق الاوجد اللوج المين بارشل بريشر اللي هو البي بي ام. بقى عندي فقط ال ان اي اللي هو الفلكس لازم ايضا اوجده، على مود كل شيء يكون متوفر اطبق المعطيات بالسؤال واللي حسبتهن بالسؤال اطبقها بالقانون واوجد قيمه الدي اي بي. فقط عندي بقى هسه ال ان اي، ال ان اي شلون اوجده؟ احنا نعرف ال ان اي هو شنو طلاب؟ الـ NA هو عبارة عن وحدات السؤال، هو عبارة عن المول على متر تربيع في سكند، يعني عدد المولات على وحدة مساحة في الزمن. شلون أوجده؟ بما أنه دي يقول هو بالسؤال دي يقول هو عندي شنو؟ عندي حجم تبخر. فالحجم شوفوا الـ NA شلون دي تحسب الـ NA شنو؟ هذا الـ NA شو يسوينا؟ الحجم المطيني يا بالسؤال، هذا الحجم المطيني يا بالسؤال شلون احوله الى مولات؟ الحجم شلون احوله الى مولات؟ اذا الحجم اضربه في الدنسيتي، اذا الحجم اضربه في الدنسيتي ايش يبقى لي؟ يبقى لي وزن كيلوغرام، صحيح؟ حجم في الدنسيتي يطلع لي شنو؟ يطلع لي كيلوغرام. من أقسم الكيلوغرام أقسمه على الوزن الجزيئي
شو يتحولي؟ يتحولي الوزن إلى مولات، وأقسم على الأريا، صار مولات على أريا. الأريا مين أجيبها؟ مطنيها بالسؤال، وأقسم على الزمن، فصار مول على أريا في زمن. وأيضا الزمن مين أجيبه؟ أيضا مطنيها بالسؤال. إذا معناتها عرفت أني إذا مطيني حجم أقدر أحوله، إذا مطيني حجم ومطيني مساحة ومطيني زمن أقدر أحوله إلى فلاكس، أقدر أحوله إلى NA. زين، الحجم مطيني إياه، بس الديسيتي والوزن الجزيئي ما مطيني إياهن، ومطيني الأريا ومطيني الزمن أيضا مطيني إياه. إذا بقالي فقط الديسيتي والوزن الجزيئي، طبعا لازم المفروض يطيني الديسيتي والوزن الجزيئي ليا مادة، لمادة CCl4، هذا السد أشر عليه، المفروض هذا يعطى لكم بالسؤال طلاب، هذا الديسيتي والوزن الجزيئي يعطى لكم بالسؤال على ما تقدرون تستفادون من عدها. فكل شيء صار متوفر، حجم في كثافة شح يطلع لي وزن، الوزن أقسمه على الوزن الجزيئي يطلع لي عدد مولات، عدد المولات رأسا أقسمها على الأريا والزمن يطلع لي الفلاكس. فطبقت المعلومات اللي معطى لي بالسؤال لحساب قيمة الفلاكس، فوجدت قيمة الفلاكس اللي هو 7.26 في 10 أس ناقص 9، هذا هو قيمة الفلاكس. هاي أقدر أستخدمها وأوضعها بالكيس نمبر 2 اللي هي، أو الميكانيكية نمبر 2 اللي هي diffusing of component A and non-diffusing of component B. ليس القانون اللي مكتوب هنا وإنما الكيس نمبر 2. كل شيء توفر عندي تقدرون توجدوا. هذا السؤال طلاب هو homework لازم تتحلوا ليه ومطلوب من عندكم تسليمه إليه. بنهاية هذا الجزء من المحاضرة نكون قد أكملنا جزئين من حل شيت ديفيوجن إنجازز لأربعة إكزامبلات. إن شاء الله نأخذ الجزء الثالث لحل الإكزامبل الأخير لهذا الموضوع، وشكرا جزيلا لكم.